بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. والآداب جمع أدب، والمراد به استعمال ما يكمل من الأقوال والأفعال، ما يكمل ويحسن من الأقوال والأفعال. وقد جاء شريعة الإسلام بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية، الأقوال والأفعال والتصرفات. هناك آداب خاصة لأفعال الإنسان التي يحتاج إليها من أكل وشرب وملبس ومسكن ودخول وخروج وتعامل مع الناس. وهناك آداب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لعبادته والتقرب إليه ومعرفته حق المعرفة، وآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفته واتباعه والاقتداء به، وآداب مع والديه وأقاربه، وآداب مع عموم الناس. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته، كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. لذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع هذه الآداب وتصنيفها ليقرأها المسلم وطالب العلم مجموعة له ومهيئة يتخلق بها. فألفوا هذه الآداب من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، فرتبوها على الأبواب منهم الإمام شمس الدين بن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية، ومنهم الإمام محمد بن عبد القوي النرجاوي، فإنه نظم منظومة في هذه الآداب يحفظها طالب العلم ويستعملها. وهذه المنظومة مشهورة بمنظومة الآداب الشرعية، اسمها عقد الفرائض. وبعض العلماء يرى أنها مكملة لنظمة للمقنع، فإنه نظم المقنع في الفقه لابن قدامة وأتبعه بمنظومة الآداب على رويه وعلى نمط نظم الفقه. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. ومن تلاميذه في اللغة والنحو
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه تكلمل عليه النحو وأخذ عنه علم العربية، إلا يدل على مكانته في هذا الفن. الآن نبدأ بنظمه رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. لا ابتداء المصنفات والنثر والنظم بهذا الحمد لله هذا سنة نبوية، كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه بالحمد لله والثناء على الله. والقرآن الكريم المصحف الشريف مبدوء بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ المصنفات بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين. هذه هي السنة، ولذلك بدأ الناظم نظمه بالحمد لله، قال بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، يبتدي بالحمد لله وينتهي بالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. الله جل وعلا يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المحمود على كل حال، وجميع المحامد له سبحانه وتعالى. وقد ابتدا الخلق بالحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتنتهي الدنيا بالحمد لله، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا له الحمد في الأولى والآخرة، تحمده كل المخلوقات وتثني عليه بما هو أهله. نعم، لأنه المنعم لجميع النعم، فله الحمد كله. نعم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. حمد الله جل وعلا فرض، يعني واجب على كل موجد، يعني كل مخلوق، لأن كل مخلوق فهو موجد من عدم، كل مخلوق يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى قضائه وقدره. نعم. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. هذا تنزيه لله جل وعلا، تعاليت بمعنى أنك منزه عن كل شريك، الله جل وعلا لا شريك له، وعن ند، والند هو النفير والشديد، الله جل وعلا لا شبيه له، وعن ولد، وعن والد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن كل العيوب والنقايا، وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم. تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد.
وأن ما يفتري كل ملحد ما يفتري أن يكذب. الذين يكذبون على الله جل وعلا ويقولون على الله بغير علم الله منزه عن قوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، نزه نفسه عن قول الملحدين. والملحد هو اللائل عن الحق، الإلحاد هو الميل، والملحد هو المائل عن الحق المنحرف عن الحق، هذا هو الملحد. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد، هذا معنى الشهادتين. نقر بلا شك بأنك واحد، هذا إفراد الله جل وعلا بالوحدانية، واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ذلك. وكذلك نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله جل وعلا. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك، هذا مضمون الشهادتين. نعم. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير مهتدي، رسولك الرسول هو من أمر بالشرع ومن أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. والرسول بمعنى المرسل، فهو رسول من عند الله عز وجل، والله يرسل الرسل إلى عباده لدعوتهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهدايتهم إلى الحق. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل إلى العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال، ولا يتركهم سبحانه وتعالى يضلون ويكفرون دون أن يرسل إليهم من يبين لهم طريق الحق طريق الصواب وينهاهم عن طريق الضلال. فأرسل الله الرسل، ما زالت الرسل تتابع من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لهداية الخلق وبيان الحق، وقد بلغوا البلاغ المبين. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرفهم، هو أشرف الخلق، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يظهر هذا يوم القيامة إذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف، تقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريحهم الله من الموقف ويحاسبهم حتى يستريحوا من طول الموقف، وكلهم يدفع الشفاعة وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام ويدفع إلى الله في أن يفصل بين عباده فيقبل الله شفاعته. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده عليه الأولون والآخرون، بهذا يظهر شرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل.
ويظهر تقدمه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واختاره الله جل وعلا من نسب عريق من خير نسب، يعني من خير نسب، اختاره من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من العرب، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسول. لا بد من هذا، لا بد من الإيمان بالله وبرسوله، لا يكفي الإيمان بالله، لا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل، ولا نصل إلى الله وإلى جنته إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله اتبعوني يجبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ضال وملحد وكابر بالله عز وجل. لا. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي. أزكى يعني أطهر، زكاة معناها الطهارة، فهو صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، أطهر الخلق نفسا وأطهرهم عملا وأطهرهم نسبا وأطهرهم جميع أنواع الطهارة البشرية. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، من حقوقه أننا نصلي عليه، قد أمرنا الله بذلك، قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واجب، حق واجب علينا أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، صل عليهم أن يدعو لهم. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم، لأن الصلاة والسلام على الرسول فيهما أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يضاعف الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر من عند الله عز وجل. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. صلاة وسلاما، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. تجمع بين الأمر صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم، فيها الثواب العظيم، صلاة على الرسول فيها ثواب عظيم لمن صلى عليه. نعم. وكل نبي للأنام وضوعفه لأشرف مخلوق بأشرف محتد. لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهذا حق لهم علينا أننا نصلي عليهم عند ذكرهم. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. نعم. وأشهد أن الله وكل نبي للأنام وضوعفه لأشرف مخلوق بأشرف مهتدي. وضوعفت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره لأنه أفضل من غيره. نعم. وأصحابه والغر بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه. الأصحاب جمع صاحب أو صحابي،
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يرى أو كان أعمى، إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره بعينه فإن كان أعمى فإنه يكفي مؤمنا به، فلو لقيه وهو غير مؤمن به ثم أسلم بعد ذلك لا يعد صحابيا. ومات على ذلك يعني ولم يرتد، فإذا ارتد بطلت صحبته وبطلت سائر أعماله. نعم. وأصحابه والغر من آلهات، والغر يعني المراد بهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صلى على الصحابة عموما صلى على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وهم آله وأهل بيته. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، من آل هاشم هذا تفسير لآل محمد، من هم؟ هم آل هاشم، آل هاشم بن عبد مناف. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، وبعضهم يلحق بهم آل المطلب بن عبد مناف، بعض العلماء يلحق لآل محمد آل المطلب ابن عبد مناف، لأن آل المطلب لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وآروا معه وانحازوا معه وصبروا على الأذى معه من قريش، فصار لهم من الحق مثل ما في آل هاشم، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان وبنو اميه ونوفل بن عبد المطلب الذين منهم زبير بن مطعم. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وكل لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أصحابه وعلى قرابته صلى على كل من اتبع إلى يوم القيامة، دعا لهم بالصلاة إلى يوم القيامة. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. نعم. ثم لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فتقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، وأن كل معبود سواه فهو باطل. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. لا رب غيره يعني لا إله غيره، الرب يطلق ويراد به الإله، كما أن الإله يطلق ويراد به الرب، أو ما يستعمل أحدهما مكان الآخر، وإذا ذكر جميعا صار الرب معناه المالك المتصرف المجدد، والإله معناه المعبود، أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي.
لما شهد أن لا إله إلا الله طلب منه أن يعينه على إسلام ما ابتدأ به من هذا النظم حتى يكمله على الوجه الذي أراده، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ما يستطيع أنه يعمل شيء إلا بإعانة الله جل وعلا. نعم. وأسأله عفوا وإتمام مبتدي وخاتمة حسن. أسأله عفوا عن الشخص، هذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه مقصر مهما فعل ومهما عمل فهو مقصر، يحتاج إلى العفو من الله عز وجل. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. لما أنه دعا بهذا الدعاء سأل الله حسن الخاتمة، وهذا أمر مهم جدا أن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة لأن يموت على الإسلام. فالأعمال بالخواتيم، قد يكون الإنسان محسنا عاملا بالصالحات ثم يختم له بسوء فيموت على الكفر فلا تنفعه أعماله. قد يكون الإنسان مسيئا ومفرقا ثم يختم له بالإسلام فيسأل ويعفى عن ما حصل منه. فالمدار على الخاتمة، الإنسان يخاف من سوء الخاتمة فيسأل الله أن يحسن له الخاتمة وأن يميته على الإسلام، ولا يغتر بنفسه وصلاحه وعمله وعلمه، لأنه قد ينحرف بسبب الفتن. وما أكثر من انحرفوا والعياذ بالله، وما أكثر من جاهوا وضلوا بسبب الفتن. فالإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة، لا يزكي نفسه ولا يأمن من نصر الله عز وجل لأنه يحسنه ويصيبه فلا يثبت على الحق. ما أكثر من ارتدوا، وما أكثر من حسدوا بعد الصلاة، وما أكثر من زاغوا بعد الهداية. الإنسان يسأل الله الهداية وحسن الخاتم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأنبياء يسألون الله حسن الخاتم، كيف بغيره؟ نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. ونحمده على الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله مقعد الصدق وخير مقعد يوم القيامة والجنة. نعم. ونحمده حمدا يليق بقوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. نعم. يحمد الله حمدا، أي يثني عليه ثناء يليق بقوله، يعني بعطائه ومنه وكرمه. نعم. ونحمده حمدا يليق بقوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. هذا مهم جدا أن الإنسان يسأل الله الإخلاص في عمله، وأن لا يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل فيبطل عمله. الإخلاص أمره مهم جدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، ويخاف من الرياء، ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء. هذه الأمور تبطل العمل،
الإنسان يخاف من هذا. نعم. وبعد فذلك الإخلاص في طلب العلم، في تعلم العلم، أن يتعلم العلم لوجه الله، لا يتعلمه رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل المدح والثناء أو من أجل المراتب والوظائف، كل هذا يتنافى مع الإخلاص. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة، بعد يعني بعد ما قدم هذه المقدمة الجليلة أتى ببعد، وبعد أصلها أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها من للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. لما كمل المقدمة انتقل إلى الموضوع، انتقل إلى الموضوع الذي يريده وهو نظم الآداب. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. نعم. النظم غير النثر، النظم ما كان على روي وقافية هو الكلام الموزون المقطع، وأما النثر فهو الكلام المرسل. فمعنى أنظم يعني أجعل نظما ومنظومة على روي وقافية، لأن النظم أخذ على السمع وأسهل في الحفظ وأسهل على الإنسان، وأيضا يتلذذ به الإنسان أكثر من النثر. ولذلك اهتم العلماء بنظم المتون لأجل التسهيل على طلبة العلم ليحفظوها وتبقى في ذاكرتهم. النظم له ميزة على غيره، فأنظم جملة. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. والأدب هو كما سلف استعمال ما يحسن، استعمال ما يحسن من الأقوال والأفعال، هذا هو الأدب. والأدب في الأصل الظرافة، الظرافة في القول. نعم. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. وهذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنة، من السنة مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أو من كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. فهذه المنظومة مأخوذة من الوحيين، من الكتاب والسنة، وليست مأخوذة من كلام الناس أو من عادات الناس أو تقاليد الناس، إنما هي مأخوذة من النبع الصافي من كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهميتها، أنها ليس فيها حسن من الكلام، وإنما هي مضمون آيات أو مضمون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم. نعم. ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي. نعم. من كلام علمائنا يعني الحنابلة، لأنها منظومة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقول من علمائنا يعني علماء الحنابلة، أهل السلم يعني أهل الإسلام. نعم. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحسر في خير مقعدي. لعل إله العرش فهو الله سبحانه وتعالى، والعرش في اللغة هو سرير الملك، هذا في اللغة. وأما العرش المقصود هنا فهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو فوق السماوات تحت الجنة وأعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات وأعظمها. ولهذا أضافه الله لنفسه عن رب العرش، رب العرش العظيم، رب العرش المجيد،
رب العرش الكريم، وصفه بالكرم وبالمجد وبالعظمة، ما يدل على شرف هذا العرش، لأنه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى، استوى على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، فله خاصية على غيره من المخلوقات. نعم، لعل إله العرش، لعل إله العرش ينفعنا بها، ينفعنا بهذا في هذه الآداب، ينفعنا بهذه الآداب، لأن هذا هو المقصود، ما هو المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرأها وتتقنها، القصد العمل، العمل بها والانتفاع بها، وإلا كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد منه. نعم، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحسر في خير مقعد. هذه هي العاقبة، العاقبة أن من عمل، أن من تعلم العلم النافع وعمل به يكون يوم الحسر في خير مقعد وهو الجنة، هذه هي الثمرة والنتيجة. نعم، ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد. هذه كلمة تنبيه، ألا حرف تنبيه، من له في العلم رغبة، هذا تنبيه لكم بأن تتنبهوا لما تذكره في هذه المنظومة من أحكام وآداب شرعية، لكن إنما يحصل الانتفاع لمن أصغى، لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بها، هذا هو الذي ينتفع بها، أما الذي تمر عليه وهو لم يصغي إليها ولم يعبأ بها فإنها لا تنفعه شيئا، حتى ولو كانت عنده في مكتبته، لو كانت عندك في مكتبته وأنت ما تقرأها ولا تستفيد منها تجدها كعدمها. أما الكلام الذي يصغي يطلب العلم ويطالع ويتزود بالعلم هو المطلوب. اللهم المستعان. نعم، ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ويصغي أيضا بقلب أو يصغي بأذن بدون حضور قلب، بعض الناس يسمع لكن قلبه ما أظهر، هذا ما يستفيد، لازم من الأمرين الاستماع وحضور القلب، الذي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد يعني حاضر القلب، أو ألقى السمع فقط فليكون شهيد يعني حاضر القلب، فما يستفيد من السمع بدون حضور القلب. نعم، ويقبل نصحا لشفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. نعم، هذا وقت للناظم رحمه الله، لأنه قصده النصيحة، قصد من هذا النظم النصيحة للخلق ونفع الخلق، وهكذا العالم والمسلم يقصد النصيحة لإخوانه، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة معناها الإخلاص، الإخلاص في القصد لأخيه، لأن تريد نفعه وتريد إرشاده، هذا هو النصيحة. نعم، ويقبل نصحا لشفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. نعم، شفيق وحريص ولا ثلاث صفات، فإذا اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به، إذا كان ناصح وكان عنده شفقة وكان عنده حرص على هداية الناس وعلى نفع الناس فإن الله ينفع به وبعلمه وبعمله وبمؤلفاته. خل المؤلفات ما تنفع، لأن هذا لم يخلقوا لله عز وجل، إنما أرادوا البروز، هذه لا تنفع، أو راجل مجموعة لا تنفع،
لكن تجد مؤلفات المخلصين تجد لها تأثير ولها قبول ولها عليها إقبال. النيات لها أثر، لها أثر النيات. نعم في المؤلفات. نعم. فعندي مما في الحديث أمانة فأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. وعندي فعندي مما في الحديث أمانة فأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. نعم. وهو كذلك رحمه الله كان محددا، كان عنده محصول عظيم من الأحاديث يحفظها، فهو يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره بها. وهكذا يجب على العالم، ما هو يجمع العلم في قدره ولا ينفع إخوانه ولا يدعو إلى الله ولا يرشدهم، بل العالم يبذل علمه، يبذل علمه للمسلمين، يعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، ينشر الخير فيهم. هذا هو العالم الرباني. العالم الرباني هو العالم العامل، العالم العامل هذا هو الرباني. نعم. صلى الله عليه وسلم في الشرح يقول: فعندي منع الأمانة أهتدي أهدي غيري وأهتدي أنا. ما هو الإنسان يدعو الناس يضيع نفسه، لا بد أن يبدأ بنفسه أولا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لغيرك، هلا لنفسك، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ لنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت حكيم. نعم. فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. خذ هذه المنظومة احفظها وافهمها، لا تهملنها، وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات أو من المنظومات، لأنها تتضمن خلاصة الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. هي من الخيرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، كل منضد يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على خير نظام وخير. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفند. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن في القريض. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه. القريض هو الشعر. القريض هو الشعر. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفند. كن سامعا لهذا النظم بأن تحفظه وتفهم معانيه وتعمل به من غير تفند، غير مثل همة الانتقاد، فتلمة الانتقاد وتشتغل بنقد الكلام أو نقد صاحبه، إلا هذا يصرفك عن الفائدة، لأن بعض الناس ما له هم إلا الانتقاد، ما له هم إلا أتاه حق الشيء، أتاه حق الشيء ينتقد به العلماء أو ينتقد به أهل الخير، وهو ما يفعل الخير ولا في الخير، هو ما يفعل الخير ولا في الخير، إنما همه يتلمس العيوب على أهل العلم، هذه خفلة الذميمة.
هذه خطبة ذليلة. نعم. وصاحبها يحرم من العلم، هذه أعظم مصيبة، أن صاحبها يحرم من العلم. إذا احتقرت العلماء فرمت من علمهم، هذه قاعدة. إذا تنقصت العلماء وانتقدتهم ولم تحترمهم فإنك تحرم من علمهم. نعم. قول الجوارح يكفي عند الله. الآن بدأ بالمقصود، يعني قول الجوارح هذه بداية للآداء. نعم. الذي مضى كله مقدمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: آمل من فضيلتكم أن تفيدونا بأفضل شروح الألفية في الآداب الشرعية لابن عبد القوي. أما تسميتها الألفية أول مرة مكتوبة عليها، هي المشهورة أنها منظومة الآداب. المشهور عند العلماء أنها منظومة الآداب لابن عبد القوي. لا أدري هل الذي سماها الألفية وجد لها اسم قديم، لا هذا يحتاج إلى تفسير. وأما شروحها فقد شرحها عدد من العلماء، شرحها عدد من العلماء، منهم السفاريني، شرح هذه شرح مبسط، شرح جيد فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. وشرحها الإمام موسى الحجاوي مؤلف الإقناع، شرحها أيضا بشرح ما هي مطبوعة أو مطبوع، ذكروا لها شروحا. نعم. والناظم أيضا شرحها، ذكروا أن له شرحا عليها. نعم. لكن الشرح الموجود الآن والمتداول وهو شرح حافظ شرح السفاريني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل هناك منظومة في الفقه الحنبلي حيث إن حفظ النظم أهون علي من حفظ النثر، وهل تنصحني بحفظ نظم خليل في الفقه المالكي؟ هناك منظومات في الفقه الحنبلي، منها نظم بن عبد القوي المقنع، ومنها نظم الزاد، زاد المستقنع لابن معمر عقد الغرائب، أو عقد الغرائب لابن معمر، وهو مطبوع. وهناك نظم للزاد آخر لعالم من علماء حائل يقال له فلان الزيني، وهو مطبوع أيضا، مطبوع. وهناك نظم أيضا لابن عتيق وابن سحنان، كلها مطبوعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهناك نظم المفردات، مفردات الإمام أحمد، أيضا منظومة في مفردات الإمام أحمد، مفتوحة ومنظومة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل، فهل تعرض الرجل لسرقة؟ يذكرون أيضا فيه نظم للزاد لشيخنا الشيخ عبد الله الخليلي رحمه الله، لما شفته لكن يذكرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة. إن كان الشؤم، نعم، إن كان الشؤم ففي ثلاث. نعم. عفى الله عنك. يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: نعم، في المرأة والدابة والمنزل، فهل تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه يعتبر من الشؤم؟ تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه، لا، ما يعتبر هذا من الشؤم. لكن إذا عرف عن هذه المرأة أن من تزوجها يموت
أو أن هذه الدار من سكنها بقاب تكرر هذا، أو عرف أن هذه الدابة من اقتناها أو ركبها يحصل عليه عقابات، إذا عرف هذا عنها فأن يتجنب هذا الإنسان ولا يعرض نفسه للخطر. أما أنه يطرد أول مرة أو يحصل عليه شيء، أحد يسلم، كثير من الناس يحصل عليه نفسه ولا يتساءل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد نويت بعد حفظي الاستفسارينية أن أبدأ بحفظ سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، ثم أبدأ بحفظ نونية ابن القيم رحمهم الله، فهل فيها من الأدب ما يكفي ويغني عن حفظ منظومة الآداب، حيث إني لا أريد أن ألزم نفسي في حفظ ثلاثة متون في وقت واحد؟ أي شيء ما هو المطلوب الحفظ فقط، مطلوب القراءة على أهل العلم. فإذا كنت تحفظ تقرأ على أهل العلم ويستطول هذه المحفوظات، هذا شيء طيب. أما أن تقتصر على الحفظ فقط بدون أن تجلس إلى عالم يشرح لك هذا الكتاب الذي حفظته ويوضحه لك، فهذا الحفظ لا يجديك شيئا، لن يصبح كتابا بلا فائدة. أما أن تحفظ كذا وتحفظ كذا، أن تحفظ ما يدخل عليك، تحفظ ما يدخل عليك، ولا يغني حفظ النونية وحفظ المتون التي ذكرت، ما يغني عن حفظ منظومة الآداب. هذا شيء يجيك أشياء أخرى، هذا شيء وهذه أشياء أخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: ما الفرق بين الأدب والخلق؟ وهل يدخل حسن الأدب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ نعم، الخلق هو الأدب، هو تخلق بالأخلاق الفاضلة والسيم الكريمة، هذه هي الآداب. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. سمها آدابا أو سمها أخلاقا، معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا الثاني يقول: أنا طالب أقرأ في مختصرات العلوم، ولكن الخلق إذا أطلق يراد به سعة البال، والمراد بالحديث أن يكون الإنسان واسع البال مع إخوانه، يتبعهم بخلقه ويتلطف بهم ويرفق بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب أقرأ في مختصرات العلوم منذ سنين، فهل مناسب لي أن أقرأ زاد المعاد لابن القيم؟ عياذ بالله، ما هو المقصود القراءة أو الحفظ، مجرد القراءة والحفظ هذا ما يكفي، لا بد أن تجالس العلماء وتحضر دروسهم وتحل الكتاب الذي تريد أن تحفظه على عالم من العلماء من أوله إلى آخره حتى تفهمه. أما مجرد كثرة القراءة أو كثرة الحفظ من غير أن تجلس إلى أهل العلم، فهذا لا يفيدك شيئا، بل ربما يضرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تكرار قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف؟ لا، إذا كان تكرار أنه يبلغ الناس، لأنك لو اقتصرت على مرة كما أنه ما يتبلغون كلهم، فأنت تكبره من أجل تبليغ الناس، ولم يرد نهي أنه ما يكرر، هو المقصود منه إبلاغ الناس. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: ما معنى قول السيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بآخر بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، يعني عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها وجلسوا بدون ماء، يتوضعون به، أنزل الله آية التيمم، فصار فيها فرجا للمسلمين بسبب هذه المرأة المباركة بنت أبي بكر الصديق. نعم، هذا معناه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في الشرع المطهر التهنئة بدخول رمضان
وهل من دعاء معين أو تهنئة معينة في ذلك؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك. فهذا يعطي البشارة بقدوم شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه عزم عليهم شهر وأنه مبارك وأنه عظيم، فكأن هذا بشارة لهم، حث لهم على اغتنامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي التي هي لبنوك الربوية، مع العلم أن رأس المال في بنك لا يتعامل بالربا؟ يقول سلمك الله: ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي في بنوك الربوية، مع العلم أن رأس المال في بنك لا يتعامل بالربا؟ إذا كان لك رصيد فالحفظ من رصيدك فلا بأس بذلك، إذا سحبت من رصيدك فلا بأس بذلك، لأنك تأخذ من حقك ما تأخذ من حق غيرك أو تأخذ من ربا، فالسحب من رصيدك لا بأس به، دلالة المعروفة ولا من التيسير على الناس، وليس فيه ظلما لأحد ولا أخذ لمال أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض طلاب العلم ليس لهم هم إلا اتباع أخطاء العلماء وانتقاصهم وتغليطهم، فنرجو منكم نصيحة لهؤلاء الشباب. كل هذا قلنا: طالب العلم يقبل على طلب العلم، يقبل على طلب العلم ولا يصير همه القيل والقال. القيل والقال مهما كان حتى في العوام ما تحصل نفسك بالعوام وتنقصهم، فكيف بالعلماء؟ العلماء لهم مكانة ولهم فضل، فيجب أن تحترمهم. حتى لو أخطأ أحد منهم بعض الخطأ ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تتلمس أخطاء العلماء وتشتغل بها، كثر طلب العلم ولا تعلمون على فلان، لا تعلمون من فلان، لا، هذا ما يصلح أبدا. علينا أننا نتبع العلم ونأخذ العلم عن أهله، ما دام العلماء موجودين فإننا نغتنم هذه الفرصة ولا نسلل الفتنة للاشتغال بتتبع الأخطاء وتلمس الأخطاء. أنت مالك أخطاء، أنت يمكن أكثر من أكثر الناس أخطاء، كيف تشتغل بأخطاء الناس تغفل عن أخطاء نفسك؟ نعم. هذه خطلة جميلة، وهذه شغلت طلبة العلم، شغلت الشباب وأوقدت في قلوبهم الحقد والبغض بعضهم لبعض، وأيضا أبغضوا أهل العلم كله بسبب هذه الوشايات وهذه الأمور التي لا فائدة منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في خفض الخنصر والبنكر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة، ما صحة قول من قال إن هذه الصفة تفعل في جلسات الصلاة وليست خاصة بجلسة التشهد الأول والأخير؟ عليه أن يثبت هذا المعروف الذي ورد أنه في التشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا الذي ورد. إذا كان السائل عنده زيادة علم ووجد أنه يفعل هذا في غير الجلستين، التشهد الأول والتشهد الأخير، فليبين هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تتنازل عن اسمها العائلي وتأخذ اسم زوجها كما هو الحال في الغرب؟ هذا لا يجوز، الانتساب إلى غير الأب لا يجوز، حرام في الإسلام، حرام في الإسلام أن المسلم ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا عليه وعيد شديد وملعون من فعله، أن ينتسب إلى غير مواليه أو ينتسب إلى غير أبيه، هذا لا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كان هناك أطفال يذهبون للبقالات
ويأخذون بعضا من الحلوى جهلا منهم بدون دفع قيمتها. والآن كبر هؤلاء الأطفال وأخبروا أمهم بذلك، فمن يتصدق بقيمتها؟ هل هم أم والدتهم أم أبوهم؟ هل تصدق بقيمتها ويماطولة من أموال الناس؟ يردون ثمنها إلى من أخذت منه ويطلبون منه المسامحة أدام أصحابها موجودين معروفين، فيرد عليهم ما أخذ منهم إن كان موجودا يرد بعينه، وإن كان مستهلكا يرد قيمته ويطلب منهم المسامحة. أما إذا تعذر معرفتهم فإنه يتصدق بالثمن ويكون أجره لمن أخذت منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة لا أحضر حفلات الزفاف، ولكني حضرت منذ أيام حفلة زفاف ابنة أخي، وكان حفلا عائليا. حضرت تقول أسلمك الله: أنا امرأة لا أحضر حفلات الزفاف، ولكني حضرت منذ أيام حفلة زفاف ابنة أخي، وكان حفلا عائليا. حفلة زفاف ابنة أخي. أي نعم. وكان حفلا عائليا بناء على أنه لا يوجد به منكرات، ولكن كان فيه تصوير بالفيديو وآخر بالكاميرا، فهل يجوز التصوير بالفيديو وهل يجوز التصوير بالكاميرا، علما بأنني نصحت عن التصوير؟ وهل ينالني الإثم بحضور هذا الزفاف، وماذا يجب علي تجاه ذلك؟ لا شك أن التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب أيا كان، بالفيديو أو بالكاميرا التصوير كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لشدة الوعيد عليه وهو منكر. فإذا حضره الإنسان يجب عليه الإنكار، فإن كان امتنعوا وإلا فإنه ينصرف ولا يجلس معه. إذا لم يمتثلوا واستمروا على التصوير لا يجوز له الجنون أن ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المرأة إخراج زكاة حليها من ذهب وغيره، ومنه ما تستعمله يوميا ومنه ما لا تستعمله إلا في المناسبات فقط؟ الحلي المعد للاستعمال الصحيح ليس فيه زكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه أصبح من الملبوسات والمستعملات فليس فيه زكاة، وهذا قول كثير من الصحابة وكثير من العلماء، ولأن إخراج الزكاة فيه حرج على النساء الفقيرات، إما أن ينحرمن من الحلي وإما أن يخرجن أكثر من قيمة الزكوات في السنة، هذا فيه حرج ومشقة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل أرسل يقول: بعض الناس يأخذ كلامكم هذا ويطبقه على الحزبيين، ويقول هؤلاء علماء والشيخ يحذر من الكلام فيهم، فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يحملون كلامكم على غير محمله ولو سميت كلامنا 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 هذا كلامنا هذا؟ نعم. لا أشار إليه. نعم. لم يشر إليه. نعم. قال: ولو سميتم لنا مقصودكم بالعلماء في هذا الوقت حتى نأخذ عنهم وتبين لنا المتعالمين. أنا أقول: طالب العلم يسأل لطلب العلم ويترك الكلام في الله، وأما انتقاد المؤلفين أو انتقاد العلماء هذا لكل العلماء ما هو للطلاب، الطلاب يسألون بطلب العلم، وأما انتقاد المخطئين وبيان الخطأ والرد عليه هذا من شأن العلماء ما هو من شأن الطلاب، هذا الذي أقوله. والعلماء يحسنون الرد ويحسنون كيف يتعاملون مع الأخطأ، خلاف الطلاب والشباب فإنهم يسيئون ولا يحسنون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ واضح لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم بنت شفرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا عام، لا يفلح قوم هذا عام، انه لا المرأة لا تتولى الولايات العامة، لا تتولى الولايات العامة، انما من شأن الرجال
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد بعض الإخوة يستدلون بآيات قرآنية في مواقف تتعلق بالدنيا في غير موضعها. تتعلق بالدنيا. نعم. مثل إذا أراد شخص فعل أمر ما وقد قام به أحد زملائه يقول: كفى الله المؤمنين القتال، فما حكم هذا؟ ما هو هذا من تفسير الآية، إنما هو نوع من الاقتباس فقط، لو تجنبها انتبه، لكن لا نرى أن هذا حرام، لا نرى أن هذا من الحرام، إنما هذا اقتباس، ما هو تفسير للآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تعليق الآيات والأذكار على الجدران على أنها زينة؟ وإن كان لا يجوز، فماذا نفعل بما لدينا منها معلقا على جدران؟ مثلا في التعاليق هذه كثرت وصار الناس يتباهون فيها، لكن هم يقولون من قصدنا التذكير وأن الإنسان يتذكر، كذا يقولون، وأفتاهم بعض العلماء بجواز ذلك بناء على هذا القصد، والله أعلم بالمقاصد. ولكن الذي أراه أنا على صفة العموم أنه لا يجوز تعليق الآيات ولا تعليق الأحاديث، لأنها تعرض للامتهان، ولأن هذا الشيء لم يفعله السلف، ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران والأحاديث على الجدران، نحن نعمل شيء لم يعمله السلف الصالح، هذا يعتبر من الخطأ ومن مخالفة حج السلف الصالح. مع احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الابتهال والتعليق للامتهان، وليس التذكير بهذه الطريقة. التذكير ما فسر السلف التذكير بأن وضع الآيات على الجدران، إنما فسروه بقراءة القرآن وتفسيره للناس ووعظهم وإرشادهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اقترض ابن من أبيه مبلغا من المال، فإذا حان وقت الزكاة فهل يخرج زكاة ماله وهذا المبلغ المقترض، وهل على أبيه زكاة أيضا في المبلغ الذي أقرضه ابنه؟ الزكاة تجب على مالك المال، إذا حال القول تجب الزكاة على من يملك المال، سواء كان المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، لأنه ملكه هو الذي يزكيه، والمدين يزكي ملكه، كل يزكي ما بيده، المدين يزكي ما بيده ويملكه، والدائن يزكي ما بيده ويملكه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من تعاقد مع صاحب أثاث لصنع أثاث له وأعطاه مقدما من المبلغ المتفق عليه، ما العلة في منع هذه الصورة من البيع علما بأن أكثر الناس على هذا العمل؟ إن كان العقد عقد ملزم فإنه لا يجوز حتى يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، لئلا يكون بيع دين بدين. أما إذا كان هذا من باب الوعد إني أصنع لك كراسي أو أصنع لك أدوات تشتريها مني إذا جهزت أو تتركها، أنت بالخيار تتركها أو تشتريها، هذا لا بأس به، لأنه ما هو بيع، إنما هو مقاومة، هو تواعد، إن صلحت تأخذها وإن ما صلحت يأخذها غيرك، هذا لا بأس. أما إن كان عقد ملزم هذا لا يجوز إلا أن تدفع القيمة في مجلس العقد، لأنه يصبح مثل بين السلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة عقد نكاحها وهي حامل من علاقة غير شرعية، فما صحة هذا العقد؟ العقد باطل، العقد على المرأة الحامل من غيره هذا باطل، أما لو كان الحمل منه بنكاح صحيح، حاملا منه بنكاح صحيح ثم طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث وهي حامل، فله أن يعقد عليها لأن الحمل منه والحمل بعقد صحيح. أما الحامل من الزنا فهذه لا يعقد عليها، لا يجوز العقد عليها حتى تضع ما في بطنها وتتوب، تتوب توبة صحيحة من الزنا، حينئذ يعقد عليها.
لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعدد الزواج وأنا أعيش في بلد الكفر وهم يمنعون من ذلك؟ إذا تمكنت من تعدد الزواج تعدد، وأما إذا لم تتمكن فلا تعدد. نعم، حسب القدرة، حسب القدرة على التعدد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التسمي بأسماء الكافرين مثل جورج والسيف أو أسماء إناثهم مثل فكتوريا ونحوها؟ هذا من التشبه بهم، الأسماء الخاصة بهم، الأسماء الخاصة بهم التسمي بها من التشبه بهم، ألا يجوز؟ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا طالب في جامعة أم القرى بمكة، وتركت زوجتي في بلدي وهو بلد مسلم، وهي تسكن مع أختها وزوجها، ولكن هؤلاء سيذهبون إلى مدينة أخرى تبعد نحو 200 كيلو، هل يجوز لزوجتي أن تذهب معهم مع أن معها ابن صغير؟ فيجوز للمرأة أن تسافر أو معها محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا عام، يلزمك أن تذهب أنت وتصحب زوجتك، تصحبها إما أن تأتي بها عندك وإما أن تسافر بها معهم ثم تأتي لعمل. أما أن تسافر بدون محرم هذا لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر أكثر من مرة، ويقول سائله: إن بعض طلاب العلم هداهم الله صار بينهم تعصبات وحساسيات بين بعضهم، بين طلاب العلم وشباب الاستراحات، علما بأن الطرفين يجعلون الذهاب الاستراحة إن بدعة والطرف الآخر يجعله جائزة. والسؤال: ما حكم الذهاب للاستراحات علما بأن برنامجهم يبدأ بعد صلاة العصر يلعبون الكرة، ثم بعد المغرب ذكر أو درس أو إلقاء كلمة، ثم بعد صلاة العشاء يتناولون طعاما ويلعبون كرة إلى الساعة إلى منتصف الليل في كل يوم أربعاء؟ وهل يجوز أن يكون هذا من باب الدعوة إلى الله؟ وهل يدخل فيه جماعة الإخوان؟ وهذه مشاكل حدثت، الاستراحات هذه من المشاكل، والشباب إذا كانوا يريدون الخير المساجد مفتوحة، يجون يصلون يحضرون الدروس يستفيدون. أما هذه الخروجات وهذه الاستراحات التجمعات أنا لا أنصح، ولو سماها دعوة ولو سماها طلب علم أنا لا أنصح بالذهاب إليها، لأنها لا تخلو للمقاصد ومن أشياء، ومن أن يندب فيها من يستغلها للتشويش على الشباب. فأنا لا أنصح الشباب بالذهاب إلى هذه التجمعات، أنصحهم بالمجيء إلى المساجد، إلى بيوت الله عز وجل، واجتماع الدروس وحضور الصلوات مع المسلمين. وإذا خرجوا يذهبون إلى بيوتهم وعند والديهم وعند أهلهم، هذا هو الذي أنصح به. والوقت الآن وقت فتن، الوقت الآن وقت فتن يروع، فعلى الشباب وعلى أهلهم أن يتحفظوا غاية التحفظ من هذه التجمعات، هذا الذي أنصح به. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بمناسبة قرب شهر رمضان يوجد هناك ملاحظات على بعض النساء الذاهبات للمسجد، منها الذهاب لصلاة التراويح مع السائق وحدها، أو التطيب والتبخر عند الذهاب للمسجد، أو إحضار الأطفال الصغار معهم مما يسبب الإزعاج للمصلين والمصليات، نأمل التوجيه من فضيلتكم حيال ذلك. كل هذه محذورات. أولا من التطيب عند الخروج هذا حرام، حرام عليها أن تتطيب عند الخروج، لأن هذه تسبب فتنة. ثانيا أن تركب مع السائق وحدها هذا لا يجوز خلوة، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فلا تركب مع السائق وحدها، لا إلى المسجد ولا إلى المدرسة ولا إلى السوق ولا إلى زيارة أقاربها، لا بد أن يكون معهم أن تزول به الخلوة من الكبار. والثالثة استصحاب الأطفال الذين يسوسون على المصلين ويسيئون إلى المسجد، إذا كان عندها أطفال تبقى في بيتها
تبقى في بيتها وتربي أطفالها وهي مأجورة إن شاء الله. وأما إذا ذهبت لأطفالها إلى المسجد وتركتهم يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويشوشون فهي مأجورة غير مأجورة، لتطلب الأجر تبقى في بيتها والحمد لله، وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر العلماء أنه يستحب للإمام في رمضان أن يسمع المصلين القرآن كاملا، وهذا يكون ساقا على بعض الأئمة، فلو قصر ذلك على التراويح والقيام فقط، فهل لهم أن يقرأوا القرآن من أوله في الصلوات الجهرية المفروضة ثم يكملون منه في التراويح وهكذا؟ يا أخوان، الذي لا يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يستطيع، يترك الإمام، خليها لمن يستطيع. أما قراءة إدخال صلوات الجهرية في التراويح وأنه يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه، هذا شيء لم يفعله السلف وله معروف، نحن لا نحدث شيئا من عندنا. القرآن يقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يختم في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذا مستقلة قراءة أخرى. وأما اللي ما هو مستعد إنه يختم القرآن في التراويح في صلاة التهجد، هذا لا يصير إمام، أي يصلي الله نفسه إلا وسعها، يدور إمام آخر يستطيع القيام بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإمام حافظا للقرآن ولكن حفظه ليس متقنا، فهل الأفضل له أن يصلي بالناس في رمضان حفظا أو يقرأ من المصحف؟ إذا كان لا يتقن القراءة حفظا فيقرأ من المصحف ولا يقع في الأخطاء أو يقرأ من المصحف، أما إذا كان يتقن القرآن حفظا فيقرأ حفظا، هذا هو الأصل. المصحف إنما يجوز القراءة به عند الحاجة، عند الحاجة، أما إذا استغنى وصار حافظ متقن للقراءة حفظا هذا يقرأ حفظا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام المسجد إذا كان لا يستطيع القيام بثلاث التراويح، فهل له أن يستأجر إنسانا لذلك ليصلي بهم التراويح والقيام ويعطيه بعضا من الراتب؟ الاستئجار ما يصح، إذا كان يستأجر الاستئجار هذا ما يصح، لكن لو استعان به الله يصلي معه وأعطاه شيء مكافأة بدون مشارطة هذا لا بأس، أما أنه يجاب أو يحتاج استئجار هذا حرام ولا يجوز، ولا تصلاته إذا كان قصده الأجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله، ولم يصلي خلف هذا، أن هذا يريد بعمله الدنيا. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يؤتي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. الذي يعمل العبادات من أجل طمع الدنيا هذا داخل في هذه الآية، أما الذي يعمل العبادات لله وإن أعطي شيء أخذ بدون شر فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في السنوات القليلة الماضية، نعم، يقول: في السنوات القليلة الماضية وعندما يأتي رمضان يكثر الحديث حول موعد ليلة القدر وأن فلانا وفلانا قد رأوا أنها في ليلة فلانية، فهل يجد الإنسان اجتهاده في تلك الليلة بناء على هذه الرؤى؟ ليلة القدر خفية لا يعلمها إلا الله، ولله حكمة في إخفائها من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر، فإذا اجتهد في كل الشهر وقام رمضان كله فقد أدرك ليلة القدر وأدرك زيادة عليها قيام ليالي رمضان، قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر لم تتحدث، ولكنها في العشر الأواخر آكد تحريا، والعلماء اختلفوا في تحريها في العشر الأواخر، بعضهم يقول ليلة 21، بعضهم يقول ليلة 23، وبعضهم يقول ليلة 27، هذه تحريات. وأما القطع والجزم
فلا يحلف الله أعلم، يمكن أول ليلة من رمضان لا تدري، أو آخر ليلة أو وسط رمضان، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في رمضان تقوم بعض النساء وخاصة الكبيرات بطبخ عشاء وتوزيعه على الجيران والفقراء ويسمى بعشاء الوالدين، هل هذا مشروع؟ وهل نشتري لأمهاتنا ما يطلبن لأجل هذا الأمر؟ لا، هذا طيب، هذا من إطعام الطعام، في شهر رمضان يستحب فيه إطعام الطعام، يستحب فيه إطعام الطعام وعمل عشاء للأموات أو للأحياء، طلب الأجر والثواب ويعطى للفقراء، هذا شيء طيب. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.